بعد 50 عاماً من بعثات أبولو أصبح لسطح القمر زوار جدد. حدث كبير، استكشاف جديد للفضاء أحدث ثورة في معرفتنا. في شهر يناير من العام 2019 هبط مسبار صيني على السطح الخلفي للقمر. لحظة تاريخية، إنجاز علمي يركز كل الاهتمام على القمر. لكن ما الغاية من رحلة كهذه؟ للتوسع في دراسة القمر، لتقييم موارده واستغلالها أفضل، لإقامة مستعمرات مأهولة قبل الذهاب إلى المريخ أو لأماكن أبعد في الفضاء. لمعرفة ما هو على المحك سننطلق في استطلاع شامل. للمرة الأولى وافق رواد برنامج الفضاء الصينيون على أخذنا وراء كواليس هذه المغامرة الاستثنائية، ما يثير حماسة الباحثين في أنحاء العالم حيث يحشدون براعتهم لكشف أسرار القمر وما وراءه في النظام الشمسي بأكمله. تظهر خرائط سماوية جديدة وتكشف عن مناطق وموارد جديدة ذات قيمة علمية لا تقدر بثمن. نحن نشهد ثورة فضائية حقيقية، ثورة تبدأ على الجانب الآخر من القمر. نظر عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي كريستوف غالفارد إلى الفضاء بشغف كبير عندما كان طفلاً، والآن يكرس حياته لفك ألغاز الكون. اليوم سيلتقي بعلماء من أنحاء العالم للتباحث في عصر الفضاء الجديد القادم. وللمرة الأولى تقوم إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو CNSA بفتح أبوابها لنا. يخبرنا باحثوهم عن التقدم الذي أحرزوه والتحديات المذهلة لهذا المسعى العلمي. وكسائر الدول التي تسافر إلى الفضاء، واجهت الصين مشكلات في بداياتها، لكنها اليوم شقت طريقها إلى المستوى الأفضل في هذا المجال وبرهنت الكثير من خلال تحقيق جميع إنجازاتها الفضائية بشكل منهجي في وقت قياسي. تعد العاصمة بكين موطناً لمراكز الأبحاث الرئيسية التي حققت هذا التقدم الفائق السرعة. تم تصميم مجسات برنامج شانغي في أكاديمية تكنولوجيا الفضاء تحت إشراف تشانغ هو. إنها الآن تتحمل مسؤولية مشروع الاستكشاف الأكثر طموحاً منذ أبولو. عملت في مجال الفضاء السحيق لمدة 20 عاماً، بداية من الدراسات المتعلقة بشانغي 1. الهدف من برنامجنا القمري هو استكشاف أكبر عدد ممكن من المناطق المختلفة لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات العلمية. ومن حيث الاكتشافات والابتكارات، فإن أكبر محفز لنا هو الوصول إلى الجانب الخلفي للقمر، فهو الخيار الأفضل. تم تقييم تقنياتنا بشكل يجعلها قابلة للتطبيق الآن، وبذلك تم اتخاذ القرار بذهاب شانغي 4 إلى الجانب الخلفي للقمر. بالنسبة لها ولفريقها، أصبحت محاولة الوصول إلى الجانب الخلفي للقمر تحدياً أساسياً بعد نجاح وصول المسابير الأولى التي تم وضعها في المدار أو الهبوط على الجانب المرئي من القمر. وحتى الآن لم تغامر أي وكالة فضاء بالذهاب إلى هذا الجانب الخلفي، لأنه لا يمكن الوصول إليه من خلال وسائل المراقبة والاتصالات لدينا. من المستحيل الهبوط هناك من دون قمر اصطناعي. ولحل هذه المشكلة المعقدة، طور العلماء الصينيون نوعاً خاصاً من الأقمار الاصطناعية، وحددوا موقعاً دقيقاً في الفضاء لوضعها به.
يمكن لهذه الأقمار رؤية الجانب الخلفي للقمر والأرض في الوقت نفسه، لذا فهذه النقطة يمكن أن تزودنا بتتبع بيانات مباشرة ودون انقطاع. إذا أتقننا هذه التكنولوجيا حقاً، فإنها ستعمل كوظيفة أساسية للمهمة. إذا فشلت، فإن المهمة قد تفشل. القمر الاصطناعي التتبعي المسمى كيكياوو تم إرساله بواسطة فريق سانزيتجو بثقة مثالية، وكانت هذه أيضاً أول مرة. ومن الممكن أن يتجه المسبار شانغي 4 الذي تعلوه عربة جوالة إلى الجانب الخلفي للقمر على متن منصة الإطلاق لونغ مارتش ب3. سنبدأ إطلاق. في 3 يناير عام 2019 كانت الخطوة الحاسمة في هذه المغامرة غير المسبوقة، وهي الهبوط بعيداً عن نطاق رؤية الأرض في منطقة غير مستكشفة على الإطلاق. كانت تشانغ هو وفريقها في غاية التوتر. في يوم الهبوط أظهرت الكاميرات الموجودة على المكوك عملية الهبوط صورة تلو الأخرى مع اقترابنا من القمر. في غرفة القيادة الشمالية كان الجميع هادئين للغاية، ولكنهم متوترون. وأخيراً حصلنا على الصور من الكاميرا المثبتة في الأسفل. تمكنا من رؤية الغبار تحت مركبة الهبوط، ثم توقفت المركبة عن الحركة، أي أن معايير القياس لدينا كانت جيدة. هبطنا بسلام، وكنا سعداء ومتحمسين للغاية. بواسطة شانغي 4 كانت المرة الأولى فعلياً التي تركت فيها البشرية بصمة على الجانب الخلفي للقمر. تركت المركبة الصينية مسارات عجلاتها هناك، الأمر الذي يعد مصدر فخر ليس للصينيين فحسب، بل للبشرية جمعاء. هذه الصور التي التقطتها شانغي 4 استثنائية، وبالتالي فمركبتها الجوالة هي الأولى التي اكتشفت واحدة من أكثر المناطق المليئة بالألغاز على القمر بأكمله. قامت مركبة U2-2 بالاستكشاف أثناء رحلتها راسمة خريطة جيولوجية جانبية للتربة التحتية، مع غوصها إلى عمق 300 متر باستخدام نظام نسميه الرادار القمري. جميع هذه الأسئلة: كيف تشكلت طبقة السطح؟ وفي أي عمق كل طبقة؟ نحصل على هذه الإجابات تدريجياً ونفهم القمر منذ تكوينه. بعد مرور أكثر من 50 عاماً على بعثات أبولو، سيقدم هذا الإنجاز الصيني تقدماً هائلاً في دراسة القمر. ورغم ذلك، فالباحثون لم يتوقفوا عن دراسة القمر في المختبرات. في فرنسا وعلى مرتفعات ريفييرا الفرنسية، شهدت هضبة كاليرن انتشار عدد من المراصد التي تحتوي على العديد من أدوات المراقبة والقياس. موقع محمي من ضوء المدن. يخترق الليزر الأخضر السماء ويشير إلى القمر. نقوم هنا بقياس المسافة بين الأرض والقمر بأدق سنتيمتر، وذلك بفضل العاكسات التي تم وضعها أثناء مهمات أبولو. أوصلت البيانات إلى اكتشاف مذهل، وهو أن القمر يتحرك بعيداً عن الأرض بحوالي 3 سنتيمترات وثمانية مليمترات سنوياً، وهذا ليس الأمر الوحيد المثير للدهشة. تعرف كريستوف على عالم الكواكب وعالم الجيوفيزياء مارك فيتسوريك في ذلك المكان. يقوم هذا الباحث من مرصد كوت دازور
والرائد في الدراسات القمرية بتغيير أفكارنا القديمة. بناءً على ما نعرفه عن القمر اليوم، هل يمكننا القول إنه صخرة ميتة؟ هناك الكثيرون ممن يقولون ذلك، لكني أود أن أزعم أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. في مهمة أبولو وضعنا أجهزة قياس الزلازل على السطح، وقمنا بقياس الزلازل القمرية كما نقيسها على الأرض، واكتشفنا أن القمر ناشط زلزالياً. حتى الآن؟ حتى يومنا هذا. حتى الآن في كل مرة يدور القمر حول الأرض يحدث زلزال قمري جديد. بغض النظر عن الزلازل القمرية، هل هناك فرق حقيقي بين الجانبين الخلفي والأمامي من القمر؟ أستطيع القول إن هذه واحدة من أكبر السمات المميزة للقمر، فعند مقارنته بجميع الأجسام الأخرى في نظامنا الشمسي فالجانب الأمامي يختلف عن الخلفي. والمثال الأول فقط هو أنه يمكننا رؤية كل هذه التدفقات من الحمم البركانية على الجانب الأمامي، والتي تغطي ثلث الجانب الأمامي من القمر. ولكن عندما ننظر إلى الجانب الخلفي نجد أنه لا يوجد أي تدفقات للحمم البركانية. لدى وكالة الفضاء الأوروبية فرق تحاول كشف أسرار القمر أيضاً. جيمس كاربنتر المتخصص في إدارة استكشاف الفضاء يعرف تضاريس القمر وكأنه مشى عليها بنفسه. نرى القمر هنا كما نراه من الأرض بشكل طبيعي، صحيح؟ يمكنكم أن تروا هذه المناطق المضيئة. هذه المناطق هي أقدم أجزاء القمر، إنها الأجزاء الأولى من القشرة التي تصلبت بعد أن كانت محيطاً من الصهارة في الأصل. ومن ثم لدينا هذه المناطق المظلمة التي نسميها بحار القمر، وهي الصخور التي انفجرت من تحت السطح وغمرت هذه المناطق في القمة. وما نراه هو مواقع هبوط بعثات أبولو كلها التي توزعت في هذا النطاق هنا. العينات التي عادت من أبولو بعد أن تم إجراء دراسات عليها هناك غيرت مفهومنا للأرض والقمر وتاريخ هذين الجسمين، لكنها أعطتنا فهماً لكيفية تشكل الكواكب في كل مكان والتاريخ الكامل للنظام الشمسي. كانت العينات القمرية التي يزيد وزنها عن 380 كيلوغراماً والتي تم إحضارها خلال بعثات أبولو مصدراً لا يقدر بثمن لتقدم العلوم. ومع بدء استكشاف جانبه الخلفي أصبح القمر مرة أخرى في قلب الأخبار العلمية. في ظل هذا النشاط تريد وكالة الفضاء الصينية أن تتقدم بمعلوماتها القمرية خطوة أخرى إلى الأمام بمركبة شانغ 5. هذه المرة لم يعد الجانب الخلفي هو الهدف، بل مهمة أخرى دقيقة ومعقدة للغاية، ليس جمع عينات التربة في منطقة غير مستكشفة من الجانب الأمامي، بل إعادتها سليمة إلى الأرض أيضاً. للتحضير لهذه المهمة المحفوفة بالأخطار لا تتردد الوكالة الصينية في إقامة علاقات تعاونية من خلال توحيد الجهود مع أفضل علماء الكواكب الدوليين. تعتبر الباحثة الفرنسية جيسيكا فلاوت من بين الأكثر تقدماً وطلباً في تخصصها، والتي تعمل في مختبر المركز الوطني للبحوث العلمية في نانسي. دعيت إلى دراسة هذه المنطقة مع الفرق الصينية لرسم خريطة لكل ما يمكن رؤيته وكل ما يمكن أن يكون ذا أهمية للمسبار. قمنا بجرد جميع الأشياء المثيرة للاهتمام، كل الصخور التي قد يكون من المفيد إعادتها من منطقة هبوط شانغ 5. سارت المهمة بشكل جيد، حيث قاموا بأخذ عينات من الصخور تزن عدة كيلوغرامات باستخدام نظام حفر ومجرفة، وأعادوها إلى الأرض بطريقة آلية. في 17 من ديسمبر من العام 2020 حدث حدث تاريخي جديد، حيث هبطت كبسولة العودة لمهمة شانغ 5 على أراض ثلجية في منغوليا. دامت المهمة 3 أسابيع دون أي عوائق. ها هي إنها تهبط. هذه هي أولى العينات من التربة القمرية يتم إحضارها إلى الأرض منذ عام 1976. الصين هي الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تحقق مثل هذا الإنجاز. كان الأستاذ لي تشون لاي من المرصد الفلكي الوطني من أوائل الذين ألقوا نظرة على هذه الأحجار القمرية الجديدة، وهو المسؤول عن التحليلات الأولى
داخل مختبر لا تشوبه شائبة ومزود بأعلى معايير التقنية العالية. كانت قلوبنا تتسارع إلى أن تلقينا العينات، لكننا تمكنا من جمع عينة صخرية مختلفة تماماً من بعثة أبولو. قبل عودة شانغي 5 بالعينات، واستناداً إلى نتائج العينات الأمريكية من زمن بعثات أبولو، كنا نعتقد أن النشاط البركاني للقمر قد انتهى منذ 3 مليارات سنة، وأنه لم يكن هناك المزيد من الانفجارات البركانية أو النشاط الجيولوجي منذ ذلك الحين، وأنه أصبح جرماً سماوياً خاملاً، ميتاً بالمعنى الجيولوجي. إلا أنه بعد عودة عينات شانغي 5، وجدنا أنه لا تزال هناك ثورانات بركانية قبل 2 مليار سنة، أي أن الاستنتاج في زمن بعثات أبولو لم يكن دقيقاً. هذا أحد أعظم اكتشافاتنا. منذ 2 مليار سنة على الأقل، كانت لا تزال هناك ثورانات بركانية على القمر. قدمت العينات المأخوذة من البعثة الصينية هذا الاستكشاف الأول. استمرت البراكين على القمر لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد، أي أطول بمليار سنة. ومن أجل التقدم في التحليلات، يعد التعاون الدولي الوثيق أمراً ضرورياً. يعد مختبر جيسيكا فلاوت أحد أفضل المختبرات في العالم لدراسة التربة من خارج كوكب الأرض. اختارت وكالة الفضاء الصينية هذا المختبر لإرسال جزء من عينات شانغي 5، وربما مع بعض الاكتشافات الإضافية. ترى جيسيكا وسائر المجتمع العلمي أن آفاقاً جديدة تنفتح. قبل شانغي 5، كان الكثير مما نعرفه عن التربة القمرية يعتمد على دراسة عينات أبولو، سواء أكانت البحار القمرية النموذجية على الجانب الأمامي أم الأراضي التي تشكل أقدم تربة للقمر. هذه هي القشرة الأولى للقمر، وتمثل حوالي 83% من سطح القمر. إنها تتألف من صخر صاف إلى حد ما، يسمى الأنورثوسايت. هذا مثال أرضي عنه من النرويج، ومع ندرة هذه الصخور على الأرض، إلا أنها تشكل الجزء الأكبر من سطح القمر. وبالمقارنة، فالبحار القمرية هي سهول بركانية، وهي صخور تسمى البازلت. إنها شديدة السواد، وتوجد على مستوى معظم البراكين الأرضية على سبيل المثال، وهي التي تشكل قشرة قاع البحر. هناك أيضاً ما يمكن تسميته بالعناصر الأرضية النادرة، اللانثانوم والبلاتين، وهناك معادن على القمر، لذا يمكن أن يكون التيتانيوم أو الألومنيوم. إن إحياء الأبحاث حول القمر يكشف أسراره. بالنسبة إلينا نحن أبناء الأرض، ستكون تربتها وباطنها مليئين بالموارد الكامنة. كم عدد أنواع المعادن المختلفة الموجودة على الأرض؟ أكثر من 4000، واكتشفنا حتى الآن أكثر من 100 نوع من المعادن على القمر. ووفقاً للعلماء، فهنالك 6 أنواع من المعادن الجديدة غير المتوفرة حالياً على الأرض. كم عددها على المريخ؟ وفقاً لبياناتنا هناك حوالي 500 نوع. عشرات بل مئات المعادن، بعضها غير موجود على الأرض. هناك كمية هائلة لم تكتشف بعد، وهذا يغذي رغبتنا في الاستكشاف. ليس القمر وحده الذي يعتبر قريباً، بل ما هو أبعد منه. تصمم وكالات الفضاء الآن برامجها على نطاق النظام الشمسي، وبدأت البشرية تحلم بهذه الآفاق اللامتناهية، وهي تحشد موارد كبيرة للوصول إليها. سفن فضاء جديدة، الأكبر على الإطلاق، وسيكون القمر ميناء الاتصال الأول. الابتكار العظيم من الجانب الأمريكي هو الصاروخ العملاق SLS، أو نظام الإطلاق الفضائي، أكبر مركبة إطلاق تم بناؤها منذ أبولو.
سينفجر أكثر من 3000 طن قاذفاً كبسولة صغيرة تسمى أوريون نحو القمر. يقود صاروخ SLS وأوريون برنامج أرتمس، وهو برنامج الفضاء المأهول الجديد الضخم التابع لناسا. بدأت أوريون ككبسولة مهمتها إيصالنا بالقرب من القمر. تم تطوير SLS من دون وجهة، رغم أن معظم الناس في رأيي أرادوه أن يذهب إلى القمر أولاً ثم إلى المريخ. أنفقنا عليه أكثر من 40 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكية، لذلك نأمل أن نكون قريبين جداً من القيام برحلة تجريبية، وفي غضون العام أو العامين المقبلين سيمر أول البشر فوق القمر، ثم يهبطون في عام 2025 حسب ما تقول ناسا. الآن أعطيك الإذن باستئناف العد وإطلاق أرتمس واحد. بعد سنوات من الجهد تم إطلاق مهمة أرتمس واحد في 16 من نوفمبر. ورغم أن هذه المهمة التجريبية الأولى غير مأهولة، إلا أنها تمثل بداية مغامرة فضائية جديدة. تشارك وكالة الفضاء الأوروبية بنشاط في برنامج أرتمس من خلال توفير جزء من كبسولة أوريون، بالإضافة إلى عناصر أساسية أخرى لجزء آخر مثير للإعجاب من المشروع، بناء محطة في مدار القمر، محطة البوابة القمرية. ستكون هذه المحطة الأولى الصالحة للسكن خارج المجال المغناطيسي للأرض. سيرسو رواد الفضاء بانتظام هناك بواسطة مركبة أوريون قبل الذهاب إلى القمر والعودة. تم تجميع الوحدات الأوروبية الأولى لمحطة البوابة القمرية في مدينة بيدمونت الإيطالية. هناك التقى كريستوف غالفار باثنين من المصممين الرئيسيين لها. واجهت أنا ماريا بيراس وفرانكو فينوليو المتواضعان والمتحفظان تحديات مذهلة، فقد ساهما كلاهما في بناء محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض منذ عقدين من الزمن. ولأنهما ملتزمان باهتمامهما الرئيسي وهو حماية الطاقم، فإنهما يسعيان لتحقيق حلم طفولتهما في صنع البوابة القمرية، أول محطة حول القمر. لا نريد التوقف عند القمر. عندما تكونون أطفالاً تنظرون إلى القمر كهدف لكم وتقولون أريد أن أذهب إلى هناك، لكن عندما تكبرون تبدأون في النظر إلى النظام الشمسي بأكمله. يعتبر هذا الاستكشاف حدوداً جديدة للجميع. إن انتقلنا من مدار الأرض المنخفض الذي أصبحت لدينا فيه تجارب موثوقة تماماً في هذه المرحلة وانتقلنا إلى المدار القمري، فالتحديات تتغير بسبب الوقت اللازم للوصول إلى هناك، فهو أطول بكثير. نحن نتحدث عن أسبوع مقابل يوم، كما أننا نشهد مستوىً معيناً من الإشعاع غير متوافق إلا إذا كانت لدينا الحماية المناسبة لحياة الأشخاص في المدار. إذن نظراً للإشعاع الكوني، كم من الوقت يمكن لرائد الفضاء أن يبقى هناك؟ هل نعلم؟ يمكننا القول إنهم لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة لأكثر من شهر أو شهرين تقريباً، أو على الأقل لا يمكنهم تمديد هذه الفترة دون أن يبدأوا في الإصابة ببعض المشكلات في أجسادهم أو أعضائهم الداخلية. لن تعد البوابة القمرية التي تدور حول القمر محمية بالمجال المغناطيسي للأرض،
وستكون وحداتها بمثابة التأمين الوحيد على حياة الطاقم أمام عنف البيئة الفضائية، ولذلك يتم تعزيز بنيتها لتصبح أفضل درع ممكن ضد الإشعاع الشمسي والكوني. يتم تركيب طبقات معدنية عدة بإحكام لتشكل غلافاً يعمل بمثابة مصد يساهم في إبطاء تكسير الجزيئات الأكثر خطورة. بعد ذلك تقوم الطبقات الداخلية المصنوعة من ألياف كيفلار أو حتى المملوءة بالماء بامتصاص الباقي، وسيعود البشر قريباً بأمان حول القمر وعلى سطحه بفضل هذه التقنيات، سواء بمحطة البوابة القمرية أم كبسولة أوريون أم مركبة الهبوط المستقبلية. تسلك وكالة الفضاء الصينية مساراً آخر، حيث تفضل تكريس عملها بشكل رئيسي للاستكشاف الآلي بشكل حذر واقتصادي أكثر. ولكن مهما كان الخيار، فمن الضروري تعميق معرفتنا بتضاريس القمر وتكوينه وارتفاعات سطحه. يعتبر رسم خرائط سطح القمر تحدياً كبيراً، فقبل الذهاب علينا أن نجد الموقع المثالي، ويجب أن نكون متيقنين منه قدر الإمكان، وإلا فقد تتعرض المهمة للخطر. مكننا مسبارا شانغي 1 و 2 من رسم خريطة لسطح القمر بأكمله. عمل شانغي 2 بدقة أكبر، فقد كان متوسط دقة التصوير 7 أمتار، وبالتالي جمع بيانات لا تقدر بثمن. وقد التقط شانغي 2 أيضاً صوراً لمناطق أساسية بدقة تبلغ حوالي متر. هذا القمر الذي بدا انه يتعذر على اسلافنا الوصول اليه تم رسمه بدقه استثنائيه من قبل الصين. هذه خرائط عاليه الدقه تم تجميعها بصبر خلال المهمات. وبفضل برنامج شانغي اصبحت صور القمر هذه اكثر دقه من اي وقت مضى. إن طبعناها بدقة كاملة فستكون بحجم ملعب كرة قدم. مساحة القمر كبيرة جداً، تعادل مساحة سطحه مساحة أفريقيا تقريباً، لذلك هناك مجال كبير لاستكشافه والكثير من التنوع، لذا هناك الكثير من العمل القائم لتحديد أهم الأماكن التي يمكن الذهاب إليها. في الوقت الحالي هناك الكثير من التركيز الدولي على قطبي القمر، وسبب هذا هو أنه عند قطبي القمر نعلم أن هناك مناطق مظلمة بشكل دائم وباردة جداً، ويوجد فيها جليد مائي وغيره من المواد الكيميائية المتطايرة نسميها مياهاً حبيسة. لذا فأحد الأشياء التي علينا معرفتها هو أن بعض هذه البعثات الأولية ستذهب إلى أماكن مختلفة ضمن هذه المنطقة القطبية الجنوبية، وستحفر تحت السطح وتحاول قياس الجليد المائي الذي سنجده هناك، ما سيمكننا من فهم ما إن كان هذا مورداً احتياطياً يمكننا استخدامه أم لا. سيصبح تقييم وجود الماء الأولوية عند استكشاف القمر، ولهذا تم تجهيز البعثات القمرية الصينية القادمة لتحقيق هذا الهدف. سيتوجه مسبار شانغي 7 إلى القطب الجنوبي للقمر على أمل التأكد من وجود الماء في ظلمة هذه الحفر. لكن أولاً سيواجه مسبار شانغي 6 تحدياً جديداً، جمع العينات الأولى على الجانب الخلفي من القمر. نأمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تأخذ فيها البشرية عينة من الجانب الآخر. نأمل أن نأخذ عينات من عمق كبير جداً، حتى عينة من طبقة وشاح القمر، ونأمل أن يأتي هذا اليوم قريباً. لن تقتصر مهمة شانغي 6 على جمع العينات، حيث سيحمل المسبار العديد من أدوات القياس أيضاً، بعضها هام جداً لدراسة المياه القمرية.
يعمل الباحثون في أنحاء العالم بنشاط مع الصين لتطوير هذه المعدات. أطلقنا العديد من عمليات التعاون الدولي وخاصة مع فرنسا هذه المرة. برنامجنا لاستكشاف القمر هو مشروع علمي، والاستخدام السلمي للقمر هو هدفنا، ونريد أن نعطي هذه المشاريع بعداً دولياً. لا يعرف العلم حدوداً، وعلينا العمل معاً لتعميق فهمنا للكون. تعاون هوهاو ووكالة الفضاء الصينية مع أحد مراكز الأبحاث الفرنسية الأكثر إبداعاً في هذا المجال، وهو معهد الفيزياء الفلكية أو معهد البحوث في الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب. بيير إيف ميلان وهو أحد مبتكري دورن، وهي أداة قياس جديدة ستذهب إلى الجانب الخلفي للقمر على متن شانغي 6. إن اختراع هذا النوع من الأدوات يتطلب معرفة شاملة بالقمر، فنحن في حاجة لاستكشاف خفاياه وأسراره أيضاً. كانت الفكرة الأصلية التي نشأت داخل معهد الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب هي دراسة غاز مشع يدعى الرادون المنبعث من السطح على الأرض كما هي الحال على القمر. تتيح مراقبة غاز الرادون فهم عملية نقل الغازات داخل الأرض وفي الغلاف الجوي للنجم. منذ بعثات أبولو نعلم أن القمر يمتلك غلافاً جوياً رقيقاً جداً تجري فيه الغازات، وهي الرادون بالطبع، ولكن أيضاً بخار الماء. ويبدو أن هذه الغازات تتراكم في أبرد مناطق القمر عند القطبين. مهمة دورن هي قياس غاز الرادون، فالكشف عنه أسهل من الماء. الرادون يشبه إلى حد ما الجاسوس الذي يتتبع وجود الماء. ستكون الأداة جاهزة للذهاب إلى الصين قريباً، ومن ثم إلى الفضاء على متن صاروخ لونغ مارتش 5، ولكن يجب عليها أولاً أن تعاني وتتحمل جلسات التعذيب المختلفة تحت أعين مصمميها. يعد إقلاع صاروخ لونغ مارتش 5 مرحلة حرجة في المهمة، فهي المرحلة التي سيتعرض بها الجهاز لاهتزازات قوية. وللتأكد من أن الأداة تقاوم هذه الاهتزازات، فإننا مضطرون إلى بناء نموذج ميكانيكي جعلناه يهتز اليوم بجميع الترددات التي حددها لنا الصينيون، واجتازت أداتنا اليوم جميع هذه الاختبارات الميكانيكية بنجاح. بعد ذلك سنخضع الجهاز لاختبارات حرارية لمحاكاة التغيرات في درجات الحرارة التي سيخضع لها أثناء الرحلة إلى القمر وخلال 48 ساعة التي سيقضيها على سطح القمر، حيث يمكن أن تكون الحرارة حارة جداً أو باردة جداً بناء على اختيار موقع الهبوط. الظروف على سطح القمر قاسية للغاية، وتكون أسوأ في القطب الجنوبي للقمر حيث إن الطاقة قليلة جداً نظراً لقلة ضوء الشمس، ويمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 200 درجة مئوية تحت الصفر عند القطب الجنوبي للقمر، لذا يجب أن تنجو الروبوتات هناك في الظلام وفي درجة الحرارة القاسية وتكون قادرة على الحفر. لدينا كثير من المشكلات مثل كيف سنأخذ عينات أو نقيس هذا الجليد عندما نحفر في التربة القمرية؟ ألن يتطاير ويتلاشى متحولاً إلى بخار؟ ألن نزيد من الحرارة أثناء الحفر؟ هل سنتمكن من قياسه حقاً؟ هذه هي التحديات التي ينبغي لنا مواجهتها. خلال مهمتي شانغي 3 و4 كان على الفرق الصينية مواجهة ظروف القمرية المعادية. على سبيل المثال كانت درجة حرارة المكان الذي ذهبنا إليه 90 درجة مئوية عند الظهر، أما في الليل فكانت 190 درجة تحت الصفر، هناك فرق 300 درجة. لا تعمل المعدات الإلكترونية في ظل هذه الظروف، وكان علينا أن نخترع أنظمة جديدة مثل تبديد الحرارة نهاراً والعزل في الليل، ومن خلال تكييف طريقة تبديد الحرارة الشديدة التي لا تستخدمها المركبات الفضائية الأخرى إلا قليلاً تمكنا من حل المشكلة. ويجب أن أعترف بأن حل هذه المشكلات قد أثر في حقاً. درجات الحرارة القصوى
والتضاريس التي لا تسمح بالعبور، كل هذه العوامل تخلق تحديات هائلة لاستعادة المياه المجمدة المخبأة في قاع الحفر القطبية. في الواقع، لن يتمكن أي من الروبوتات الحالية من النجاة من مهمة كهذه لفترة طويلة. لماذا تعمل الوكالات على ذلك على أي حال؟ لما تتحدى مثل هذه الأخطار؟ نحن في حاجة إلى سبب وجيه. نتحدث كثيراً عن الموارد القمرية، لكن المورد القمري الرئيسي فعلياً موجود في القطب الجنوبي وهو الماء، لأن الماء هناك يعني الحفاظ على حياة الطاقم، فهو سيريحنا من إحضار الماء، لأن إرسال كل كيلوغرام إلى القمر باهظ الثمن جداً. بالإضافة إلى أننا إن قمنا بتحليل الماء كهربائياً إن كان لدينا الطاقة اللازمة، فإنه سيصنع الوقود، فهو ينتج الأكسجين والهيدروجين، وهما يستخدمان لإطلاق العديد من الصواريخ من الأرض، والإقلاع من القمر أقل استهلاكاً للطاقة، لأن الجاذبية أقل بست مرات. لذلك نجد اندفاعاً كبيراً للوصول إلى مياه القمر. تثبت هذه المياه أنها توفر رعاية لازمة لمستقبل استكشاف الفضاء، لإنشاء قواعد مأهولة في المستقبل، وكذلك للوصول إلى هناك. وخلال الأبحاث، تم الكشف عن أعمال أخرى، العيش على سطح القمر، وهذا يضيف مرحلة استكشاف بالغ الدقة، وقد بدأ التدريب بالفعل لجعل هذا الأمر حقيقة. يحتوي كوكبنا على تضاريس مشابهة جداً لتضاريس القمر، لذا تم اختيار مواقع معزولة غالباً بركانية لتجربة ظروف الحياة في موطن خارج كوكب الأرض. في جوف تدفق حمم بركانية قديمة على منحدر بركان مونا لوا الضخم في هاواي، تعد قاعدة هاي سيز الدولية أحد مواقع المحاكاة تلك. هاي سيز أحد الأماكن القليلة التي مديرة القاعدة ميكايلا ميسيلوفا أخذت كريستوف في رحلة إلى المرافق، والمريخ سيكون ضمن المهمات الأولى، كما أنها عرضت عليه رحلة ميدانية تحاكي ظروف القمر أو المريخ. ضعها أولاً ثم اربط الحزام، يمكنك أن ترتديها، وتأكد من أن الأحزمة مناسبة. إنها ثقيلة. أجل، لكنها تبقيك على قيد الحياة. يجب أن أبقيها إذن. حسناً، ها نحن أولاء. هكذا؟ تبدو جيداً حتى الآن. تحققي منها. أجل، سأتحقق منها. الحزام محكم الإقفال، كل شيء جيد. رغم أن جيولوجيا هذا الجانب من البركان الأرضي مشابه للقمر، إلا أن ظروف سطحه تختلف عن الأخطار المميتة الموجودة على القمر. درجة الإشعاع، أمطار النيازك الدقيقة مثل المسامير التي تطير بسرعة 40,000 كيلومتر في الساعة، تعد حماية المستعمرات على سطح القمر إحدى الصعوبات الرئيسية في تحقيق ذلك. في قلب حقل الحمم البركانية، تعرف ميكاييلا مكاناً رائعاً يمكن أن يلهم مستكشفي القمر في المستقبل. حسناً، مرحباً بك في أنبوب الصهارة البركانية. هذا مذهل. سننزل إلى هنا، ولكن احذر، هذه الأرض غير مستقرة أبداً وستكون مهتزة، لذا تأكد من جلوسك في وضع القرفصاء، واجعل يديك جاهزتين للتمسك بالأشياء. حسناً، لقد وصلنا. أفهم سبب حبك لهذا المكان، إنه جميل جداً. إنه جميل بالفعل، وهو أحد الأسباب التي تجعلني أحب عملي وأحب المجيء إلى هنا دائماً.
إنه أمر غريب لأنه مخيف بعض الشيء بالنسبة إليه. يمكنني أن أتخيل لماذا يجده الناس مخيفاً، لكن بالنسبة لي يعني الاستكشاف والذهاب إلى أماكن للعثور على الحياة مثلاً، أو موطن جديد للبشر على المريخ أو القمر يوماً ما. هذا مذهل. تغوص ميكاييلا وكريستوف في الأحشاء البركانية لجزيرة هاواي الكبيرة. مثل استكشاف مماثل للطبق السفلي القمري، بحثاً عن تجاويف يمكن لها أن توفر موطناً لمستعمري الفضاء الأوائل. إذا كنا نستعد لاستكشاف القمر من جميع الزوايا، فذلك لأنه قد يكون مفتاح الفضاء السحيق. إنه يمثل أفضل قاعدة تدريب وانطلاق لإرسال البشر إلى أماكن أبعد، وتحديداً إلى المريخ. الكوكب الأحمر هو الهدف الرئيسي الآخر لأبحاث الفضاء. منذ 20 عاماً حطت عليه روبوتات الاستكشاف الخاصة بنا. تشق المركبة الجوالة زورونغ التابعة لبرنامج تيان وين الصيني طريقها عبر المريخ منذ مايو 2021. بفضل عملنا السابق وإتقاننا التكنولوجي والتنفيذ الناجح لبرنامج الفضاء بأكمله، نحن أكثر ثقة بالمستقبل. بالنسبة إلى بعثة المريخ، نستفيد من تجربة البعثات القمرية السابقة رغم وجود اختلافات كبيرة بين استكشاف القمر والمريخ. في مهمة تيان وين 1 تمكنا من الدوران والهبوط واستكشاف السطح، كل ذلك في رحلة واحدة. تخطينا حدود المألوف، بفضل القمر نصل إلى الفضاء السحيق، ونضاعف قدراتنا على الطيران الفضائي 10 أضعاف. والولايات المتحدة موجودة على سطح المريخ أيضاً. هبطت مركبة ناسا الثقيلة بيرسيفيرنس بنجاح قبل وقت قصير من مركبة زورونغ. تتسارع القوى الفضائية إلى المريخ لأن الأخطار تتجاوز الموارد، وهي العثور على آثار الحياة. هناك مسعى عالمي جار لمعرفة ذلك، وهو الهدف المنشود للأبحاث بين الكواكب. ولهذا السبب يركز الأمريكيون والأوروبيون كل معرفتهم التكنولوجية على بيرسيفيرنس. تقوم بيرسيفيرنس بمسح حفرة واسعة تسمى جيزيرو بلا كلل، بحثاً عن كل ما يمكن أن يكون أثراً للحياة. الحفرة هي موطن لبقايا دلتا نهرية، تحمل الصخرة هناك علامة جريان مياه قوية. تشكلت الرواسب والتي ربما استضافت أشكال الحياة في الماضي البعيد. الماء السائل هو المعجزة التي تبحث عنها البشرية قبل كل شيء في الفضاء الواسع، فهو أساسي لبقائنا، ولكنه أيضاً مهد محتمل للحياة في مكان آخر غير الأرض. تتسابق جميع الوكالات لتحقيق هذا الهدف على القمر والمريخ وفي جميع أنحاء النظام الشمسي. إن توسعنا في الفضاء بحثاً عن آثار الماء والحياة يثير مسألة هشاشة البيئات خارج كوكب الأرض. ماذا سيحدث لو هبطنا بآلات وطواقم ضخمة دون التشاور مع بعضنا بعضاً؟ ألن نخاطر بخسائر لا يمكن تعويضها؟ عندما نذهب إلى نجم آخر، فإننا نأخذ في الاعتبار حماية هذا العالم الخارجي ونحرص على عدم تلويثه. سواء كنا نستكشف القمر أم المريخ، يكون لدينا هذا المطلب. نقوم بتنظيف وتعقيم جميع المجسات حتى لا ينتقل أي كائن أرضي إلى كوكب آخر. من جهتنا، نحن نعمل على تقليل أي خلل، وهذا مصدر قلق دائم.
لكن بعض اللاعبين الكبار وخاصة في القطاع الخاص لا يبدون قلقين بشأن هذا النوع من الأخطار. تعمل شركة سبيس إكس التي أسسها ملياردير وادي السيليكون إيلون ماسك على دفع برنامج هجومي بين الكواكب يعتمد على مركبة الإطلاق الثورية ستارشيب. هذه المركبة الفضائية الضخمة والقابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تحدث ثورة في المعايير. رغم أنه شيء مستبعد، إلا أن وكالة ناسا اختارت ستارشيب لتكون مركبة الهبوط على سطح القمر القابلة لإعادة الاستخدام في برنامج أرتمس. ما هو التلوث الذي سيسببه مجيء وذهاب مثل هذه المركبة إلى القمر أو المريخ؟ وكيف يمكن التزود بالوقود هناك والقدرة على الإقلاع مرة أخرى والعودة إلى الأرض؟ هل تبشر مثل هذه المشاريع بالاستخدام غير المنضبط لموارد خارج الأرض؟ لضمان إمدادات الآلات والقواعد والأطقم، ظهرت خطة عمل جديدة أيقظت الشهية، يمكن أن تولد وتنمو الصناعات الفضائية، فضلاً عن احتمال تحقيق أرباح هائلة. هذه الحالة تشبه فتح صندوق باندورا. في الواقع، أحد أسباب الذهاب هو إخراج الصناعات الثقيلة من كوكب الأرض والحفاظ على الأرض كمكان يمكن للبشرية الاستمرار في العيش فيه إلى أجل غير مسمى. وهذا أمر يتطلب موارد فضائية في نهاية المطاف مع مرور الوقت، لذا فالقدرة على البدء في إدارة الموارد والتصنيع باستخدام الموارد الفضائية سواء القمرية أم الكويكبات أم غيرها هو جزء مهم جداً من العملية بأكملها. عصر الفضاء الذي بدأ يثير أسئلة جديدة وحساسة، وخاصة القضايا الأخلاقية. للمرة الأولى في تاريخ البشرية يجب على البشرية أن تشكك في توسعها خارج كوكبها الأصلي. هل سنكون قادرين على أن نضع في اعتبارنا أن كنوز الكون ثمينة وهشة كتلك الموجودة على الأرض؟ ما يحدث الآن هو الاستكشاف المبكر للموارد الفضائية لفهم ما هو موجود هناك ومدى قابلية استخدامها، وهي هشة للغاية. فعندما نبدأ في الوصول إلى هذه الأشياء واستخدامها سنقوم بتغيير البيئات التي وجدناها فيها بشكل دائم، ولذلك من المهم أن نفهم التأثيرات التي قد تحدثها وأن نتوصل إلى طرق تمكننا من إدارة تلك البيئات بحيث نحافظ عليها للأجيال المقبلة. إذا كنا نحن البشر، البلدان، الوكالات، أياً كان، نريد أن نكون مشاركين فيما ستصل إليه البشرية في الفضاء، فأعتقد أن القمر مكان مهم. إنه المكان الذي سنتعلم فيه كيف نعيش ونعمل خارج العالم، والذي سنواجه فيه التحديات، وسنقوم بتطوير التقنيات وإجراء الأبحاث العلمية التي ستجعل كل شيء ممكناً. إذا تعاوننا في الفضاء أعتقد أننا سنتعلم دروساً من الممكن أن نعود بها إلى الأرض، وهذا سيفيدنا جميعاً. تسير ثورة الفضاء على قدم وساق. تنطلق الرحلة إلى الجانب الخلفي للقمر حليفنا الثمين لمواصلة استكشاف نظامنا الشمسي. بالنسبة إلى استكشافاتنا المستقبلية لدينا جملتان رئيسيتان: المزيد من الوجهات ومسافة أبعد. هذا يعني أننا لن نقتصر على المريخ، نحن نهدف إلى أبعد من ذلك بكثير، نحو كوكب المشتري، نحو الكويكبات، وجهات مختلفة. نحن نعرف كيفية الانتقال من القمر إلى المريخ. في المستقبل سننتقل من المريخ إلى المشتري، ثم إلى حدود النظام الشمسي، وزيادة معرفتنا مع متابعة استكشاف الكواكب في الفضاء السحيق قدر الإمكان.
ستكتب صفحة جديدة في كتاب تاريخ فضائنا اليوم، وستكون لها عواقب حاسمة على القرون المقبلة، عواقب علمية واقتصادية وأخلاقية تهمنا جميعاً. يتقدم البحث العلمي في أنحاء العالم، ومعه تتزايد قدرتنا على بناء تعاون جديد للمستقبل. لمشاهدة هذا الوثائقي وغيره، زوروا قناة الشرق الوثائقية على يوتيوب.